يقول السائل: بين لنا كيفية صلاة العيدين. كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويقوم بالناس بركعتين، يكبر الأولى في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قاف في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية إذا قام سيقوم مكبرا، فإذا انتهى في القيام يكبر خمسة تكبيرات ويقرأ في الركعة الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالعيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين ويفترقان في سورتين. السورتان اللتان يشتركان فيها هما سبح والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها هما في العيدين قاف واقتربت، وفي الجمعة الجمعة والمنافقون. وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت. وبعد هذا يخطب الخطبة التي تعرفونها، وينبغي أن يخص شيئا من الخطبة يوجهه إلى النساء، يأمرهن بما ينبغي أن يقومن به، وينهاهن عما ينبغي أن نتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.